نعم محمد، بعد التحية لك وللسادة المشاهدين الكرام، نبدأ من آخر التطورات الميدانية في قطاع غزة. نتحدث عن إصابة عدد من المواطنين الآن في مواجهات تندلع وما زالت في على الحدود الشرقية لبلدة خزاعة شرق خان يونس، كذلك انطلاق المسيرات وجمعة النذير على طول الحدود مع قطاع غزة شمال وجنوب القطاع في هذه الجمعة السابعة لمسيرات الغزة، التي من خلالها يعبر المواطنين عن غضبهم باتجاه القرارات الأمريكية بحق مدينة القدس، كذلك رفضا للحصار المفروض على قطاع غزة، استعدادا أيضا ليوم الاثنين والثلاثاء 14 و15 من الشهر الجاري، وهو يوم المليونية، ضد الحصار المفروض على قطاع غزة ورفضا للقرارات الأمريكية. الآن قنبلة غاز تطلق، الآن كما أشاهد قنابل الغاز تطلق باتجاه المواطنين على حدود بلدة خزاعة شرقي خان يونس. عدد من الإصابات كما أسلف في هذا المكان بالاختناق. كم عدد المصابين بين صفوف المتظاهرين أحمد؟ حتى اللحظة هناك أكثر من 15 مصابا من المواطنين بالرصاص الحي على طول الحدود مع قطاع غزة في خان يونس ورفح، وكذلك في المناطق الحدودية لقطاع غزة. الآن سيارات الإسعاف تنطلق أيضا تقوم بإجلاء أحد المصابين في المنطقة التي أنا متواجد بها، ولكن أكثر الإصابات هنا حالات اختناق في الغاز المسيل للدموع الذي تطلقه قوات الاحتلال لمنع اقتراب المواطنين إلى المناطق الحدودية، إلا أن المواطنين مصرين توجيه الحدود والمشاركة في هذه المسيرات الشعبية. كيف التجهيزات ستكون ليوم الاثنين والثلاثاء للمسيرة المليونية المقبلة؟ كل التجهيزات وضعت على قدم وساق من قبل الهيئة التنسيقية العليا، وكذلك الحركات الفلسطينية على حدود المناطق الشرقية، حيث أضيف 9 خيام و9 مناطق مواجهة شديدة على طول الحدود مع قطاع غزة، حتى يتسنى للجميع المشاركة في هذه المسيرات على الشعبية. أيضا محمد، الخدمات الطبية وكذلك اللوجستية تم إنهاء هذه كل الإمكانيات من أجل أن يتم. نعم نستطيع أن نتحدث، كافة التجهيزات الآن على قدم وساق جاهزة من أجل هذا اليوم وهو يوم 14 من يوليو. نعم، كيف يتوقع أن يكون تعامل قوات جيش الاحتلال مع التظاهرات في الاثنين والثلاثاء المقبلين؟ يعني هل برأيكم هل تتوقعون أن تكون يعني أقل من تعامله مع التظاهرات التي سبقت في الجمعة السبعة السابقة؟ بالتأكيد محمد، قوات الاحتلال أيضا القادة السياسيين والأمنيين للاحتلال هددوا عبر منصات التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الإعلام العبرية بأنهم لم يتوانوا في استخدام العنف باتجاه المواطنين على الحدود والمناطق الحدودية في 14 و15، وتهديدات بأنه سيستهدف كل من يقترب إلى الحدود أو يتسلل إلى المناطق الحدودية، خاصة تحذيرات من قبل الشبان أنهم سيقومون بالتسلل إلى المناطق الحدودية من أجل هذا في هذا اليوم. كافة التهديدات الإسرائيلية هي موجودة باتجاه أو لتنفيذ الوعيد الاحتلالي باتجاه المواطنين، إلا أن هذا لا يخيف كل الذين ينظمون هذه الأحداث الميدانية في قطاع غزة، والكل مصر أنهم قادمون إلى الحدود رفضا للحصار ورفضا للقرارات الأمريكية. والرابع عشر هو يوم موعود بالنسبة للاحتلال والإدارة الأمريكية بتحويل السفارة من تل أبيب إلى القدس، وهذا ما يرفضه المواطنين، وهم يقولون أن لن يمر هذا القرار إلا بارتقاء الشهداء وتقديم الدم الفلسطيني منعا لذلك. نعم أحمد، دعني بس أنوه أن قوات الاحتلال ما زالت في كل المناطق الحدودية تستهدف المتظاهرين، وسيارة الإسعاف تقوم بنقل المصابين. نعم أحمد قضيح، الصحفي الفلسطيني، كنت معنا من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك.